يتراوح عدد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق بين 3 إلى 4 ملايين شخص، وهو ما يمثل نسبة تتراوح بين 10% إلى 15% من إجمالي السكان. وتتعدد الأسباب المؤدية إلى الإعاقات بالعراق، تشمل الحروب والنزاعات المسلحة، الألغام الأرضية والمخلفات الحربية، والأمراض المزمنة والعوامل الوراثية، أيضاً الحوادث والظروف البيئية الصعبة. أبرز التحديات اللي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق كثيرة، منها نقص بالبنية التحتية الملائمة مثل الأماكن العامة وسائل النقل، أيضاً قلة المدارس المتخصصة والخدمات التعليمية الموجهة لهذه الفئة، وضعف الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل، أيضاً ما ننسى ارتفاع معدلات البطالة بينهم. التهميش الاجتماعي ووصمة العار المرتبطة بالإعاقة، وبظل تزايد الوعي بأهمية دعم الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالعراق، تسعى الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية لهذه الفئة، على الرغم من التحديات اللي تعيق هذا التقدم. ومن خلال مجموعة من المبادرات والجهود، تتطلع الحكومة إلى توفير بيئة أكثر شمولية وكرامة لهم، وتتمثل أبرز هاي الجهود بإنشاء مراكز متخصصة للتأهيل والرعاية الصحية، أيضاً تخصيص برامج اجتماعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بهدف توفير المساعدات المالية والخدمات الاجتماعية اللي تساهم بتحسين مستوى حياتهم ومعيشتهم. وما ننسى أيضاً افتتاح مدارس مخصصة ومحاولات لتحسين البنية التحتية حتى تكون أكثر شمولية، من خلال تكييف الأماكن العامة ووسائل النقل لتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان سهولة وصولهم إليها.